يعني معدل النمو الاقتصادي بتاعنا مش مكافئ، مش بيساوي معدل النمو الاقتصادي بتاعنا. ادي واحد. اتنين، احنا عندنا عجز متراكم على مدى 50 سنة. يعني ايه؟ في عندنا قضايا كتير جدا جدا. الدكتور بيقول المعدل الطبيعي 2.7 واحنا 1.4، مش كده؟ طيب يعني انت عايز تضاعف عدد المستشفيات اذا كنت انا، مش كده ولا مظبوط؟ بالظبط. يعني اذا كان عندك النهارده 500 مستشفى، مش كده؟ مظبوط. يبقى انت عايزهم كام؟ 1000. 1000. طب بكام؟ عشان ده انت كده عملت ايه؟ عملت المكان، الخرسانه، عملت غرفه العمليات، لكن بقى التشغيل، الاطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصه عمل في حته تانية عشان عايز يعيش، مش هو عايز يعيش؟ هو انا بديله مرتب كويس؟ طب هو السؤال، هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ مش قادر دكتور، مش قادر. مش قادر المدرس اللي بتتكلموا عليه، انا مش عايز اديله مرتب كويس. الدوله بقى ولا مش قادره الدوله؟ لا انا مش قادر. وبالتالي التعليم اللي بيخرج، وزي ما قلت لكم كده، انا بتكلم على جامعات حاسبات وكليه هندسه حاسبات، وفي عشرات الالوف اللي اتخرجوا، ونيجي نقول هنعمل الاختبار بتاعتنا بميكنه، بمنكم معلومات، بنظم حوكمه، مش كده دكتور خالد؟ ايوه. ما تقول عشان تطور ايه؟ البنيه التحتيه المعلوماتيه في كل، عشان اخلي الطالب اللي خارج من عندي يبقى عامل ازاي؟ طالب متميز وقادر على ان هو يشتغل. يوم النهارده الطالب يقول لك ايه؟ انتوا هتعملوا لنا بالايباد؟ لا 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 لا. وتروح تبص تلاقي الاعلام بيتكلم في الموضوع ويتناوله، وحد تاني اخر بيتناوله عشان ما يحصلش. ليه؟ طب ما انت النهارده هتفضل في دايره، يعني عايزه كلمه لطيفه، يعني في دايره ان المستوى بتاعك هيفضل كده، يعني مش هيبقى دايما في سوق العمل. هو سوق العمل في مصر بس؟ انا خليت الدكتور مصطفى اتكلم على نموذج. النموذج ده في انساق بعد منه، يعني في عدد اقل منه، مش كده؟ احنا بنجيب الحد الاقصى يا دكتور، بنجيب العدد الاقصى، يعني بنقول في الموارد بتاعتنا هندفع، بس هاتوا الناس. هاتوا ايه؟ هاتوا الناس اللي تقدر تكون تتوفر فيها الشروط. انا جبت مثال واحد، لكن الكلام ده هو النهارده لو انا خرجت الاف الطلبه من خريج كليه الاداب، جغرافيا ولا تاريخ ولا بتاع، هو سوق العمل فيه الكلام ده؟ فيقول احد، لو حط حد كاتب في الجورنال ايه؟ ارجو من ربط سوق العمل بالتعليم. ده صحيح، ده عنوان جميل قوي. طب هي ناس عايزه كده ولا ناس عايزه تدخل ابنها الجامعه وبنتها الجامعه وبس؟ اني واحده؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين تعلموهم لسوق العمل ولا عايز تغسل ايديك وتقول انا علمتك؟ انت خدت دلوقتي ليسانس اداب قسم كذا، مع كل التقدير والاحترام للتخصص، بس العدد اللي بيخرج ملوش مكان.